ما بالغتش في العنوان أو في الصورة المصغرة لما قلت إنه موقع كنز، موقع ما فيش كتير كلمك عنه واللي تقدر من خلاله تنشئ أو تعمل صور احترافية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. والجميل في الموضوع إن الموقع ده مجاني تماما، وكمان مش محتاج لا تسجل ولا تشترك فيه. كل اللي انت هتعمله هتبتدي تكتب له وصف أو التفاصيل للصورة اللي انت عايزها، ويبتدي هو يعالج التفاصيل أو الكلام اللي انت كاتبه ويخرجه لك بالشكل الاحترافي ده. وحتى لو انت مش عارف تكتب تفاصيل كاملة للصورة، تقدر تكتب له فكرة بس أو كلمتين رئيسيتين، وهو يبتدي يكتب نص أو تفاصيل للصورة، وبعد كده برضو يعالجها ويخرجها لك في شكل احترافي. اللي في المقابل بتلاقي الميزة ديت في مواقع تانية، بس بتكون بخدمات مدفوعة أو لو فيها جزء مجاني بيكون بعدد محدود. طب إيه هو الموقع ده؟ ده اللي هنشوفه سريعا مع بعض. بس لو الفيديو عجبكم وما تنسوش الشير والسبسكرايب، وبلاش تفعل زر الجرس عشان ببقى نايم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله، ازايكم عاملين ايه؟ ايه هو بقى الموقع الكنز اللي انا جاي اكلمكم عنه، اللي احنا هنقدر نستغل اداة الذكاء الاصطناعي اللي موجودة فيه، ومن خلالها نقدر ننشئ صور احترافية ونستخدمها على السوشيال ميديا، كل واحد على حسب شغله او اهتمامه. الناس اللي عايزة تعمل بوستات على الفيسبوك، على الانستجرام، تعمل صور مصغرة كمان لفيديوهاتها على اليوتيوب، هتقدر من خلال الموقع ده، وده اللي هنشوفه مع بعض بشكل عملي. نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجة الموقع اسمه PreChance. هتيجي في البحث كده وتكتب اسم الموقع، هتفتح معاكو الصفحة ديت. احنا هنروح على الاختيار اللي مكتوب عنده AI Image Generator اهو، ونضغط عليه. بعدها بيفتح معاكو الموقع بالشكل ده، والادوات اللي موجودة فيه ادوات بسيطة هنقدر نستخدمها ونتعامل معاها بكل سهولة، حتى لو هي باللغة الانجليزية. وعشان كمان لما هنيجي نكتب وصف للصورة بتاعتنا لازم يكون باللغة الانجليزية، فلو انت يعني اللغة الانجليزية ضعيف فيها زي حالاتي كده، ممكن هنستعين بصديقنا اللي بينفعنا دايما في الازمات، وهو جوجل ترجمة. فاحنا هنرجع للموقع بتاعنا بقى ونشوف الادوات البسيطة دي ايه وظيفتها معنا. اول حاجة المربع ده اللي مكتوب فيه descriptions، هو ده اللي هنبتدي نكتب فيه التفاصيل او الوصف للصورة اللي احنا عايزينها او عايزين الذكاء الاصطناعي يعالجها لنا ويخرجها لنا في شكل صورة. تمام. وكمان بنلاقي في الجنب كده رسمتين، رسمة لصورة لظهر موجودة اهي في مربع، ورسمة تانية لزي مخ كده موجودة برضو في مربع تاني. ايه وظيفتهم معانا؟ اول رسمة او اول زر اللي فيه رسمة الظهر ده، لما بتضغط عليه زي ما انتوا شايفين النص اللي موجود في المربع الخاص بالوصف بيتغير، وهي عبارة عن افكار لصور ان انت ممكن تعملها بالذكاء الاصطناعي. بس انا مش عايز الافكار ديت، انا عايز اعمل فكرة او تفاصيل في خيالي انا لرسمة ما انا عايزها. فتمام، دي برضو حاجة هو بيوفرها لك، بس انا مش عايزها، خلاص ما فيش مشكلة، بتحذفها وبتبتدي تكتب النص اللي انت عايزه. تمام. الرسمة التانية او الزر التاني اللي فيه موجود مخ كده زي المخ البشري، بس هنا بقى ده مخ الذكاء الاصطناعي، لو ضغطنا عليه بتلاقي اهو نافذة ظهرت معاك بيقول لك اكتب لي كلمتين مثلا رئيسيتين او فكرة لصورة انت عايزها، وهيبتدي هو يكتب لك كل التفاصيل اللي هيبتدي يعالجها لك في شكل صورة. فدي برضو كل الكلام ده هنشوفه مع بعض بشكل عملي، بس انا بعرفك سريعا على الادوات اللي موجودة في الموقع وان هي قد ايه سهلة في الاستخدام. تمام. المربعات اللي تحت دي ايه فايدتها معانا؟ هنا اول حاجة اللي هو بيقولك انت ديسكريبشن، هنا لو انا مثلا الصورة اللي انا كتبت الفكرة بتاعتها، يعني هنقول على مثال انا عايز صورة لشخص واقف في الشارع مثلا، هي دي الصورة اللي انا عايزها، بس مش عايز تظهر في الخلفية صورة عربيات معاه، سيارات، فاجي هنا كده اكتب له كلمة كار، او يعني لو مش عارف اكتبها هكتب سيارات في جوجل ترجمة واشوف المقابل ليها باللغة الانجليزية واحطه في المربع ده. يبقى معنى كده لما هيجي يعالج لي الصورة هيطلع لي الشخص اللي واقف في الشارع ومفيش حواليه عربيات. عايز حاجة تانية ما تظهرش معايا في الصورة، برضو هكتبها في المربع ده. تمام. الخانة اللي بعد كده اللي مكتوبها Art Style، دي ايه وظيفتها معانا؟ نضغط كده على السهم، زي ما انتوا شايفين بقى انماط مختلفة للصورة لما يجي يعالجها. عايزها صورة بقى ثلاثية الابعاد، ثنائية، صورة سينيماتيك، صورة مثلا، يعني طبعا مش هقدر اجرب معاك كل الحاجات دي لان الفيديو هيبقى ساعتين زمن، فعشان كده انت حضرتك بقى هتقعد تجرب وتبدع زي ما انت عايز، صور مثلا في شكل
متصورة سنة 90، متصورة لغاية معاك سنة 1920، وغيره من الأنماط والأشكال اللي ممكن تطلع بيها الصورة بتاعتك. تمام، الخانة اللي بعد كده الشيب اللي انت الصورة عايزها تخرج في أي مقاس انت عايزه. لو ضغطت على السهم تلاقيه مديك 3 اختيارات. أول اختيار لو انت عايز صورة عمودية تناسب الناس مثلا اللي عايزة تعمل بوست على الفيسبوك أو أي على التيك توك، أيا كان الصورة دي عايزة تستخدمها في ايه. سكوير صورة مربعة لو انت عايز تستخدمها على الانستجرام. لاندسكيب لو انت عايز تعمل صورة أفقية تستخدمها كصورة مصغرة مثلا لفيديوهات على اليوتيوب. بعد كده آخر مربع معانا اللي هو هاو ميني، ده بتقدر تحدد من خلاله عدد الصور اللي عايز الأداة الذكاء الاصطناعي تعالجها لك. يعني الفكرة اللي انت كتبتها يبتدي يخرجها لك مثلا في 6 صور، في 9، في 12، في 3، زي ما انت عايز، وتبتدي تختار منهم او تحملهم كلهم، فانت زي ما انت عايز بتبتدي تحدد. طيب يبقى كده تعرفنا على الأدوات اللي موجودة في الموقع وقد ايه هي بسيطة وسهلة في الاستخدام، وهتبلنا كمان دلوقتي لما نيجي نعملها بشكل عام. طيب انا عايز بقى اكتب فكرة عشان يبتدي يعالجها لي. قلنا هنروح على صديقنا جوجل ترجمة اهو، وابتدي اكتب في الخانة اللي باللغة العربية التفاصيل بتاعة الصورة بتاعها. وليكن مثلا هكتب فتاة صغيرة جميلة ترتدي قبعة، وحاول ان انا اكتب بلغة عربية على قد ما اقدر عشان تطلع الترجمة مظبوط. وتجري في حديقة بها اشجار وازهار برضو جميلة وراء فراشات ملونة. طبعا الترجمة على طول ظهرت معايا اهي، هقوم واخدها كده نسخ واقوم راجع للموقع بتاعنا، واجي هنا في المربع الخاص بالوصف واقوم عامل لصق. قلنا بعد كده بقى هنبتدي من خلال الخانات دي نتحكم بقى في شكل الصورة بتاعتنا، فاحنا هنخلي مثلا الموضوع عادي دلوقتي عشان ما نطولش، وبعدين اقوم ضاغط على جينيري. بعدها هيبتدي بقى يعمل معالجة للنص بتاع او الفقرة اللي انا كتبتها، وزي ما انتوا شايفين الامر ما بياخدش ثواني والصور ابتدت تظهر معايا. ادي اهي هنا 3 صور ظهروا معايا ثواني اهو، الوضع يعني ما وقفتش الفيديو مثلا ورجعت اكمله تاني. ادي الصور ظهرت معانا بشكل احترافي وجميل. ادي البنوتة الصغيرة الجميلة اللي لابسة قبعة وبتجري في حديقة فيها اشجار وزهور ملونة وبتجري ورا فراشة اهي. يعني اللي انا كتبته له الراجل عمله، يعني ما كدبش خبر زي ما بنقول. ابتدي اشوف الصور دي، الصورة اللي فيهم اللي تعجبني، او لو عايز احمل الصور كلها بكل بساطة بضغط عليها كده كليك يمين، او لو من انا بستخدم الهاتف لان الخطوات دي من الكمبيوتر زي الهاتف بالظبط، هتخش على جوجل كروم وتحوله عرض بإزرار سطح المكتب وهتعمل نفس الخطوات. وبعدين اقول له حفظ الصورة واحفظها عندي على الجهاز. طب لو انا ضغطت على كلمة جينيريت تاني هلاقيه غير لي المنظر او الشكل اللي ظاهر لو هم 6 صور مش عاجبني. تمام، نيجي بقى للنقطة التانية اللي انا قلت لك عليها، او الزر التاني اللي فيه رسمة المخ دي، وقلنا بقى ده مخ الذكاء الاصطناعي مش المخ البشري، اللي من خلاله لو انا مش عارف اكتب تفاصيل للصورة هديله بس الفكرة وهو هيبتدي يعالج الفكرة دي في صورة نص وبعدين يطلع لي الصورة. طب ازاي؟ هنروح ضغطين على المربع ده او الزر اللي فيه رسمة المخ، هتظهر معانا النافذة ديت. هاجي اكتب له بقى زي ما هو بيقول لي كده كلمة مفتاحية او رئيسية او فكرة. فانا ممكن برضو اقوم رايح على جوجل ترجمة اكتب له كلمتين، او اقول لكم تعالوا ناخد نفس النص ده كده كفكرة اهو، هنعمله برضو كوبي ونيجي نضغط على الزر دوت ونقوم حاطين النص ده في المربع ده هنا كده لصق، ونضغط على كلمة حسنا هيعمل لودينج زي ما انتوا شايفين. هيبتدي بقى ياخد النص ده ويبتدي هو من خلال الذكاء الاصطناعي هيبتدي بقى يكتب تفاصيل زي ما انتوا شايفين، وبرضو الموضوع مش هياخد وقت، في ثواني وما شاء الله شاطر، يعني هتلاقوه في ثواني كتب التفاصيل او الوصف الكامل للصورة اللي ممكن تبقى في خيالنا او عايزينها. برضو بعد ما بيكتب النص ده هنبتدي نختار اي ستايل احنا عايزينه، وبعد كده هنقوم ضغطين على كلمة جينيريت. برضو الامر مش هياخد كتير زي ما انتوا شايفين، ادي الصور ابتدت تظهر معانا بشكل برضو احترافي اكتر بتفاصيل ممكن لو انت ما كنتش كتبتها في الصورة بتاعتك ابتدت تظهر معانا. ونفس الامر اي صورة هتعجبك بمجرد الضغط عليها وتعمل لها حفظ على الجهاز بتاعك. طيب عشان انا كنت قلت في المقدمة لو انا عايز اعمل بيه
صورة مصغرة لفيديو بتاعي، سواء فيديو على اليوتيوب، فيديو على الفيسبوك، وعايز اعمل غلاف او صورة مصغرة ليه، اعمل الكلام ده ازاي؟ برضو بنفس الطريقة. يعني لو نفترض ان احنا بنتكلم في قناة طبخ وعايزة تعمل صورة مصغرة لفيديو مثلا سي هي عاملة بيتزا وعايزة تعمل صورة مصغرة، فاجي كده برضو على ترجمة جوجل صديقنا اللي بينقذنا في المواقف دي، واكتب سيدة مبتسمة تحمل بيتزا، بس كده. وبعد كده أقوم عامل كوبي للترجمة اللي باللغة الإنجليزية، واجي هنا اهو بنفس الطريقة اقوم حاطط النص ده كده لصق. طيب احنا هنا بقى عايزينها كصورة مصغرة لفيديو على اليوتيوب، فاجي هنا بقى في الشيب او في المقاس وافتكر واخليه لاندسكيب عشان تبقى صورة افقية، وبعدين اقول له جينيري ونشوف بقى هتبقى الصورة عاملة ازاي. اهو زي ما انتم شايفين المنظر، ابتدي الصورة برضو اللي تعجبني ابتدي اضغط عليها واحملها عندي على الجهاز واعملها صورة مصغرة للفيديو بتاعي كقناة طبخ، وهتعمل وصفة مثلا للبيتزا زي ما قلت. طب مثلا في اخت ممكن تقول لي انا عايزة البنوتة او السيدة اللي ظاهرة في الصورة تكون محجبة، ينفع؟ ينفع، مفيش حاجة في الذكاء الاصطناعي ما تنفعش. هنقوم رايحين على جوجل ونخليها سيدة محجبة، اهو هغير كده بس واكتب وازود كلمة محجبة مبتسمة تحمل بيتزا جميلة في المطبخ، واقوم عامل نسخ واقوم راجع تاني للموقع بتاعنا، واجي هنا اقوم ضاغط لصق وارجع اقول له جينيريت. الراجل في ثواني ما بيكسفناش، ادي محجبة اهي وماسكه البيتزا ومنظر مطبخ وراها، وهكذا بقى تبتدي تغير فيه الستايلات وتشوف منظر الصور هيبقى عامل معاك ازاي، والصورة اللي تعجبك تبتدي تحفظها على الجهاز بتاعك. متهيألي فيديو مهم ومفيد لناس كتير، ان شاء الله هتقدر ان هي تستفاد منه. عشان كده لو عجبكم ما تنسوش الاعجاب والمشاركة عشان يوصل لناس كتير برضو يقدروا ان هم يستفادوا من الموقع ده، وبالتوفيق للجميع. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.